السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب لآخر توقعات نماذج الطقس العالمية التي صدرت قبل قليل. فندعوكم أولا مشاهدينا الكرام بالعمل لايك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا بإذن الله، ولا تنسوا دعمنا بلايك وشكرا لكم جزيل الشكر. ويتوقع بحول الله إن شاء الله خلال الأيام المقبلة بالمغرب يحتمل أن تكون الأجواء يوم غد الخميس مستقرة مع احتمال اضطرابات جد معتبرة حاضرة إن شاء الله على الشمال الغربي للمملكة وتساقطات مطرية وتلجية حاضرة على مدة تنفيت، لكن تبقى أمطار ضعيفة على أم الشيل وتبانت. أمطار حاضرة إن شاء الله على أوكيم دين وورزازات وتاليوين وتازنات وإغرام وطاطا وتفراوت، وكذلك في مسجد أمطار حاضرة إن شاء الله على أيتباها. ستكون بعض التساقطات المطرية لكن نسبيا تبقى أمطار ضعيفة ومتفرقة يوم الجمعة إن شاء الله فترة بعد زوال استمرار الأمطار والعواصف الرعدية التي نغير، وكذلك إميل شيل وتبانش وأزيلان وإميل شيل وأسول. تساقطات ثلجية حاضرة على ميدلتا وكذلك زاوية الشيخ أو تساقطات مطرية رعدية على وطة الحاج وميسور وكذلك عاطف، وبعض التساقطات الضعيفة على العرائش وطنجة وتطوان وطنجة بإذن الله والجديدة. خلال إن شاء الله الفترة المسائية بحول الله فيتوقع أن تصبح هذه الاضطرابات الجوية جدا رعدية خصوصا على الجنوب الشرقي والسهول الأطلسية بإذن الله، واحتمال تساقطات مطرية على تازنغت وورزازات، وكذلك تنغير أمطار حاضرة إن شاء الله على قلميم وكذلك إملشيل والريش والرشيدية وتبينت وميدلت وميسور وطة الحاج ومعتركة بإذن الله وعاطف، وكذلك جرادة ووجدة. أمطار جد معتبر إن شاء الله مع احتمال انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة إن شاء الله ابتداء من يوم الجمعة. يوم السبت إن شاء الله أجواء ستبقى غائمة جزئيا خصوصا على شمال المملكة مع احتمال بعض الزخات المطرية وكذلك الرعدية خصوصا على الجنوب الشرقي، وتساقطات مطرية ضعيفة محليا ومتفرقة على الرباط جديدة الدار بيضاء فاس وكذلك تازة وكيكو وكذلك طنجة وأقصى شمال المملكة.